مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث قالت إنها امتنعت الولايات المتحدة عن ضرب واحد على الأقل من كبار الفصائل. إذ ما أردنا أن نفسر هذا الامتناع، هل اليوم واشنطن لربما تمتنع عن ضرب أهداف ثقيلة لأسباب قد تكون معلومة، على سبيل المثال أن هنالك اتفاق بينها وبين واشنطن، أو بينها وبين طهران عفوا؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين. يعني واشنطن لا تريد أن يكون هناك تصعيد للأحداث في الشرق الأوسط، بالرغم من أن هناك تصعيد يمارس ضد القوات الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا، أو حتى من قبل الحوثيين ضد القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. واشنطن أو إدارة جو بايدن منذ بداية حرب إسرائيل غزة وهي تحاول أن تنأى بنفسها عن التصعيد، ولكن وجدت نفسها مضطرة ليس للتصعيد ولكن للرد على التصعيد. يعني بدأت بضربات تسمى بضربات رد الفعل، ثم بعد ذلك انتقلت لمرحلة جديدة وهي مرحلة الاستباق. قامت ببعض العمليات النووية، بتصفية أشخاص، بعمليات ضد مراكز تجنيد، ضد مخازن أسلحة وذخيرة إلى آخره. ولكن أعتقد أن الجزء الأكبر من هذه الاستراتيجية الأمريكية اليوم التي تعنى بإحداث نوع من التوازن داخل العراق هي غير مدروسة جيدا من قبل واشنطن. يعني هي ليس لديها إدارة جو بايدن رؤية واضحة، ما الذي من المفترض أن تفعله في العراق؟ هل من المفترض أن تخرج؟ من المفترض أن تبقى؟ هل تتعاون مع الحكومة العراقية؟ طيب هذا التعاون يجب أن يكون هناك دعم لوجستي ودعم استخباراتي ودعم عسكري كي تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ المهام الموكلة إليها بالمحافظة على الأمن العراقي والسيطرة على كل مجريات الأمور في الدولة العراقية. لكن للأسف الشديد الجماعات التي تأتمر بأوامر إيران في الداخل العراقي ليس للحكومة العراقية سيطرة عليها، وبالتالي لا يوجد أيضا سيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة. فمسألة الكر والفر العسكري أنا أعتقد أنها ستستمر، يعني ربما تهدأ تخفض قليلا ولكن ستعود من جديد، ولكن بغض النظر عن العنوان. نعم سيد إيهاب، هنالك من يتحدث بأنه لربما إيران مستقبلا ستوقف الهجمات على أمريكا من قبل الفصائل العراقية وحتى من الداخل السوري، ولكنها ستبقيها مشتعلة من الداخل اللبناني وستستخدم الحوثيين أيضا ضد ذلك. أذكرك فقط بالتصريح الأخير من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، هنالك اتهام للندن وواشنطن بتأجيج التصعيد أو تصعيد التوتر في المنطقة وليس في العراق فقط. هل اليوم إيران لربما تستخدم الفصائل المسلحة أو حتى الحوثيين كدروع بشرية لتكوين ورقة ضغط دولية أو إقليمية؟ هي بكل تأكيد هذه الفصائل المسلحة المختلفة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن تأتمر بأوامر إيران، لا جدال في ذلك. ومهما حاول الإيرانيون أن ينأوا بنفسهم عن أنهم يقدمون الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري ويطلعون على كل خطوة دقيقة تقوم بها هذه الجماعات، من يصدق هذا الأمر فهو يعني يريد أن يكون مغفلا. لأن إيران لن تقدم دعما بدولار واحد أو بدينار واحد لأي من كان إلا يكون في مقابله مطلب. التصعيد الإيراني اليوم من قبل الأذرع بالوكالة تصعيد مدروس جدا. لماذا؟ لأنه إدارة جو بايدن في حالة انحسار وفي حالة انسحاب، بالرغم من الضربات التي تقوم بها كما اتفقنا هي ضربات ردة فعل ولا تأتي في إطار التصعيد. التصعيد هو أن تقوم أنت بالفعل أساسا، لكن أمريكا لا تقوم بالفعل، هي تقوم بردة الفعل. فإيران تعلم أن ردة الفعل هذه مدروسة ومحسوبة من إدارة جو بايدن بقليل من الرؤية البعيدة والاستراتيجية، فلذلك هي تحاول أن تضغط عليها في السنة الانتخابية وهي تعلم أن جو بايدن لن يستخدم يعني القوة المطلقة لمحاولة القضاء على هذه الفصائل. والدليل على ذلك هو أن البنتاغون نفسه قبل أن مثلا يقوم بضرب الحوثيين قال إن الغرض من هذه الضربات هو التقليل والتعطيل، يعني ليس القضاء على قدرات الحوثي. نفس الأمر فيما يتعلق بالفصائل الناشطة داخل العراق، هي ضربات للتقليل والتعطيل.
توقفت هذه الضربات من قبل هذه الفصائل، توقف الضرب بالمقابل أو ردة الفعل الأمريكية. لكن أمريكا في هذه المرحلة لن تكون هي البادئة بأي شيء، لكن مع يعني ذهاب إدارة جو بايدن من المشهد الأمريكي، وهذا أمر متوقع بقدوم الرئيس السابق دونالد ترامب من جديد، أعتقد أن كل الأمور ستتغير بنسبة 180 درجة في مشهد الشرق الأوسط على العموم. يعني سيكون لدينا تغيرات دراماتيكية ستحدث خلال، يعني بعد فوز دونالد ترامب المتوقع بالانتخابات.